نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بالسادة الحضور جميعا والسادة الأساتذة اللي شرفونا وطلبة البوست جرادويت اللي ابتدينا طبعا نتآلف على وشوشهم، ودي علامة كويسة قوي ان احنا نبقى عارفين ناس معينين دايما بيلتزموا بحضور سلسلة المحاضرات. المحاضرة بتاعت النهاردة جزء من سلسلة المحاضرات اللي احنا قدمناها. عنوان المحاضرة يعني كان المحاضرات السلسلة دي أرني أين الخطأ كي أتجنبه، يعني وريني الخطأ فين عشان أحاول إن أنا أتجنبه. البيت فولز دي بتبقى نقط مهمة جدا، ودايما كنا بنحرص على إن يعني نقعد مع السادة اللي شاركوا في سلسلة المحاضرات. في حاجات لضيق الوقت قالوا احنا يعني ايه هنقدر نغطي، فهتلاقي حضراتكم ان مثلا محاضره النهارده ما فيهاش هيماتولوجي خالص، لان ما شاء الله اسم الهيماتولوجي في اربعه منهم جم وعدوا المحاضرات، الدكتوره منى الغمراوي والدكتوره منى حمدي والدكتوره مي عبد السلام والدكتوره ماجي لويس، فغطينا الايتمز كلها بحيث ان حتى لما انت بتتابع السلسله دي على يعني whatever الطريقة الكايرو يونيفرسيتي تشانل أو اليوتيوب، هتلاقي إن خلاص هما كده كل الأيتمز بتاعت الهيماتولوجي اللي إحنا قلناهم الأيتمز المهمة اتغطت في الأربع محاضرات. بعض السب سبيشاليتي يعني كانت بتتغطى في محاضرة أو محاضرتين، فكان بيبقى في حاجات لسه ناقصه، فحاولنا نجمعهم كلهم، كل الحاجات النواقص في محاضره واحده بنقولها ان شاء الله. سلسله المحاضرات يعني مسكنا اكثر حاجه كان فيها قضايا مال براكتس في الجلف اريا، كانت بتشمل اهم قضيه طبعا اللي هي يعني لما بدأنا في الفورد فيما الجلف اريا كانت قصه الهوم بلاد جاز، كان تيجي حاله هوموكسيك اسكيميك انفلوباسي الهوم بلاد جاز لو ما اتخذش دي مشكله بنتيجه خطيره جدا على الهيماتولوجيست، لان تبروف ان الاسكيميا حصلت قبل الولاده بيبقى فيه جهاز سي تي جي ده بيقول لي اليوتراين كونتراكشن مع البيبي سيجريشن بتاع البيبي لو حصل، اذا السي تي جي على طول مش هيبقى عندك اي ايفيدنس ان الهايبوكسيا مش غلطتك غير الكورب بلاد جاز. فقصه السلايد بعد كده لو عايز حد يتكلم السلايد بعد ايوه الكورب بلاد جاز اللي احنا بنتكلم ان هو ما يفقدش، ده اساس، لان حتى بعد كده لو يعني تدرج هو لازم العينه تتاخد من الفوق، يعني لو البيبي عندي بعد كده وانا ما طلبتوش في الدليفري روم اصبحت مشكله وقضيه كبيره جدا للاسف كانت بتشكل مشكله في اخر 30 سنه. ال الابروبريت مانجمنت بتاع الهوكسيك سكيم زي ما هنشوف هنلاقي كونفرجن غير الدمج بتاع الجرين بيبقى في اسوشيشن بحاجات ثانيه زي الهايبوماجنيسيميا هايبوكالسيميا الهايبوكالسيميا بلاكسيميا، هنلاقي حتى بيحصل سيكسيميا ومنجايتس في حالات كتير على الهوكسيك سكريبت لان دي ما بتبقاش متابعه قبل الولاده، فالكونفرجن ما اقولش ده دي قصه الهوكسيك سكريبت واقف في الاسباب الثانيه. الثالثه هنا لا لا ما تقلقش لو سمحت كده انا ال ريسوسيتيشن ريسوسيتيشن للفايبل بيبيز في ارقام للفايبل بيبيز لازم كلنا نبقى حافظينها عصام 23 اسبوع و400 جرام دي من 2006 في المنيت ريسسيتيشن بروجرام قالوا ان الارقام دي اي ماست تراي ريسسيتيشن. ف في اي واحنا ما نقدرش نبقى بمعزل عن الارقام العالميه، يعني اذا قالوا ان دول فايبل واي ماست تراي يبقى اي ماست تراي عشان نتجنب اي مشكله. نحفظهم كده 2 3 4 2 3 اللي هم 23 اسبوع و400 جرام. اللي بيقول بقى ان انا عندي مش هحاول في 25 او 26 ده ممكن يبقى عليه قضيه طبعا كبيره في القصه. الان سيمبل تيستس برضه في ان يعني قضيه الحقيقه
unescapable، يعني مش هتقدر تهرب من مالبراكتس في قصه undescended test. بيحصل كتير قوي، هي لو lost in the delivery loop تيجي الام تكتشفها بعد كده وهو مثلا ايه بتحمل الطفل يعني في مرحله متاخره، وبالتالي بيكون التشخيص متاخر قوي. نخلي بالنا ان في بعض الحاجات لما بتبقى ميني مس ممكن بيلتمس فيها العذر الطبيه، يعني ساينتيفيكالي مثلا السيستوليك نيرفر ممكن تكون موجوده وتختفي، وممكن ما تكونش موجوده لحظه الولاده عشان البلمونري بريشر عالي، فبالتالي البلمونري بريشر عالي ده بيخلي السيستوليك بريشر ما تتسمعش اصلا وتبدا تتسمع لاحقا بعد ما تخرج من عندي. فكل الدكاتره فاهمين الكلام ده كويس. في حاجه ثانيه زي مثلا ديفلوبمنتال هيد ديسلوكيشن، دي ممكن جدا ما تكتشفش خالص في الدليفري لوب وتبدا تكتشف في مرحله مثلا في عمر اسبوع او بتاع. لكن الاندسندد تيسس ما هياش يعني از ان اسكيبل، مش هتقدر خلاص دي مسد منك واصبحت مال براكتس يو ماست ان انت تفوكس عليها في الدليفري. الهايبوكسيك اسكيميك ات از ا ماست ان انا ادي افكتيف تريتمنت في اول 6 ساعات. مش عايز حد يقول لي اصل انا ما لقيتش الجهاز بتاع الهايبوكسيميا فبالتالي العيان ما بيجوش الحل. الجديد دلوقتي طبعا ان هم من 2012 قالوا السلكتف هيد كولي يمين على التوتال بودي، فبالتالي السلكتف هيد كولي ده اقدر اعمله ان بيتحط يعني كولد باك. الكولد باك دي هنقول نوعيه اللي بيبقى فيها قد ايه، وهل بتبقى بتلامس التلامس يبقى اسمه ايه كوندكشن. لو هي بعيده شويه اسمها كونفكشن، كونفكشن يعني في مسافه بين الباك والهاند. الحقيقه ان انا كلمه افكتيف دي المقصود بيها افكتيف بنقصد بيها ان الحراره تبقى 34 بلس وماينس نص درجه. السيلكتيف احنا بنقول برين هايبوثيرميا كانت اكسبتد من جانيوري 2012 ولازم تتعمل لكل الاطفال اللي هم اكثر من 36 اسبوع. التارجت بتاعي لازم يبقى ده 34 حراره 34 تتقاس ريكتال بلس اور ماينس نص درجه. يعني ريكتال تمبرشر 34 بلس اور ماينس نص درجه. وبالتالي انا عايز احقق الكلام ده في اول 6 ساعات. لو ان انا بشوف الطفل من اول لحظه ممكن ادي ترايل لحاجات ما تعمليش فروست بايت. يعني احط مثلا ميه ساقعه زي ما بعض الناس بتنصح ميه ساقعه وطريقه الكونفكشن وعندي وقت واجرب واشوف هتحقق ال 34 دي بلس اور ماينس نص درجه ولا لا. تمام؟ وبعدين الـ ده اللي هو الافكتيف اللي انا بشوفه في لحظتها. اعرف بقى النتيجه الجميله للشغل اللي انا عملته ابتداء من عمر شهر لعمر شهرين في بارامتر معينه هشوفها نيور ديفلوبمنت. ومسالك على النيور ديفلوبمنت مش عايزين زي المره اللي فاتت كده حد يقول لي اصل دي حاجه لا ثيوريتيكال خالص. دي بيوري كلينيك، دي اللي بتقول الشغل بتاعي كان مظبوط ولا لا. فمن اولها الاي كونتاكت في عمر من شهر لشهرين. وعلى فكره الاطفال دول كتير منهم بياخد برولونجد انتي بيوتيك عشان بيبقى كتير اسوشيتد سيبسز ومنجايتس، فبالتالي ممكن يفضل عندي المنجايتس دي بتاخدها شهر. لو انا زي في حالات انا عملتها شفت الاي كونتاكت بيني وبين عين الطفل ابقى عارف ان بفضل الله الطفل ده قدرنا ننقذه. عندنا فكره يعني الفتره من غير اي انسط من الهايبوكسيك اسكيميك والمنجايتس تعدي بروبرلي، لان بره قصه المنجايتس كتير قوي ممكن تؤدي لميرنا. ويبقى معروف ان في ميرنا كتير كبر في دي ديز، اذا انا ما لحقتش وديتكت البريك ريزيستنس بتاعته الكبر في دي ديز ممكن جدا الانيشال ريسبونس بعد كده الاقي العيان يدخل مني في سي ار تي بتاعنا والبليدنج بروفايل بتاع الدي ار اي سي تحديدا في الكليبسيلا بنجايتس اللي ممكن تبقى اسوشيتد في حالات كثيره في الهايبوكسيك سكيل. فالقصه بتاعت الاي كونتاكت دي بتقول لي دي علامه كويسه جدا. الفيجوال ماتيرنال ريكوجنيشن متحدده من سنه 1986 بريزيستنس 12 انش حوالي 30 سم اللي هي مسافه الرضاعه.
دي بقول عليها متاخره لو بعد شهرين لسه ما قدرش يعمل الفيجوال انترنال ريكوجنيشن يبقى هو ده الطفل ده متاخر. تمام؟ السوشيال سمايل برضه باي ذا اند اوف تو مانس. نخلي بالنا في فرق بين الفيجوال فيكسيشن بريفرنس سكور اللي هو بيبقى كروس روم ات ذا ايج اوف 4 مانس. هنلاقي ان كلمه الماتيرنال ريكوجنيشن البريتش سورس يعني بتاكد عليها مقصود بيها الديستانس بتكون ايه؟ 12 انش 30 سم. انما في ماتيرنال بريفرنس غير كلمه ماتيرنال ريكوجنيشن دي في جدول نادي امريكان سكول. فكلمه بريفرنس هنا بيقصد بيها ايه؟ اللي هو مسافه اكتر من 2 متر اللي هي اكروس روم. فدي بتبقى عند عمر 4 شهور. الكرايتيريا دي مهمه جدا عشان دي بتقول لي انت عملت جود ريسسيتيشن ولا ما عملتش جود ريسسيتيشن. استخدام الباد زي ما قلنا في كوندكشن وهو بيتلامس مع الجلد بس ده كتير بيبقى معانا وانا بستخدم ايس تحديدا فروست بايت. وعشان اتجنب الفروست بايت في الحالات دي ان انا بعمل فريكوينت روتيشن اغير باستمرار. انا ببقى مضطر لو ان انا استخدمت كونفرشن ماسك والميه الساقعه اللي هي مش ثلج ولقيت الحراره ما وصلتش للتارجت اللي انا عايزه، انا عايز تارجت اللي هو 34 درجه بلس او ماينس نص درجه. فالبلس او ماينس ده لو انا لقيت ان انا ما حققتش التمبريتشر دي اصبحت ان انا ما اقعدش اقول بقى ايه ده انا بستخدم ميه ساقعه عشان ما يحصلوش فروست بايت. لا، فروست بايت دي بتتعالج عادي جدا، هيبقى دريسنج عادي، بس انا في اول 6 ساعات لازم اكون حققت التارجت ده. لان انا لو اتاخرت في تحقيق التارجت ده وقعدنا 6 ساعات خلاص يبقى انا كده ما عملتش البروبر هايبوثيرميا اللي انا لازم اعمله. وزي ما قلنا في مارك براكتس كتير قوي في القصه. تمام؟ فالحراره دي لازم بسجلها طبعا في الملف ان انا طبقت التكنيك. يعني انا اللي بيشوف الطفل مثلا ما شافوش في اول 3 ساعات وجاي بعد الولاده بثلاث ساعات فمش فاضل لي 3 ساعات ثانيه. دي ما بجربش، ببدا لازم انزل على طول. حتى لو حصل بوست بايت بيبقى اكسبلينبل لاي حد ان انا ما قدامنيش غير 3 ساعات لازم ابلاي فيها ومش هقدر اجرب ان انا مثلا احط الاول ميه ساعه واشوف النتيجه وبعدين اشوف الايه؟ فده التارجت بتاعي ان ده البرايمري تارجت. الافكتيف هايبوثيرميا لازم تبقى من 72 ساعه 3 ايام، يعني افضل حط في الحراره دي اللي هي 34 بلس او ماينس نص درجه 3 ايام. عشان دي كلها بالظبط نفس فكره ان واحد يتخبط ويورم يحط تلج، فالتلج ده بيمنع الورم، الورم ده بقى لو حاصل في فايتال اورجن زي البرين تخيل حضرتك يعني حاجه هتسد ريزيدو بعد كده. فيو ماست ابلاي ذيس، اي تقصير في الابلكيشن بيبقى مشكله. طيب انا بعد ال 72 ساعه بقدر اعمل جراديوال بقى وزدروبر نص درجه بير اور اوفر اتليست من 4-5 ساعات انتيل تمبريتشر تبقى 36 ونص الى 37. يبقى دي طريقه الايه؟ الجراديوال بريس دو. الارقام الفايبل اهي بكررها تاني 2 3 4 لما 23 اسبوع و400 جرام عشان لما تسافر اي حته مش مقبول تقول انا ما حاولتش اصل هو 25 اسبوع، الكلام ده مش مقبول خالص. دي ميجر ماتريكس. اوكي؟ طبعا حتى الاكستريم بري تيرم بيبقى فيه حاجات معينه لازم تتعمل في الكير. يعني احنا بس بنحط هنت كده عشان لما تتسال فيها برضه من ضمن الروتين كده طبعا بتتسال فيها بس في حاجات كتيره بتتنسى وانت بتعدد الحاجات اللي المفروض تتعمل للاكستريم بري تيرم اللي هم زي ال 23 اسبوع. منها مثلا ان الاي دي ديفلوكيت بيبقى روتين ولازم بستخدم بروفيلاكتيك سيرف فاكتور. الماكسيموم ديكستروز كونسنتريشن في اليونيت في البريفرال فين 12.5% اند ان سنترال فين ممكن يبقى لغايه 25%. الجلوكوز انفيوجن ريت للاسف الشديد بيبقى فيها مستيك كتير، يعني دي من ضمن الماكس الكتيره اللي المفروض ان هو في الفول تيرم من 4-6 وال في الفول تيرم اليونيت من 4-6 وفي البري تيرم من 6-8. انا هفضل 8 في كل الاحوال، لكن لما نسالك الامتحان وتقول لي 15 وتقول لي اصل مش عارف مين سمعت بيقول الكلام ده فيري ان اكسبت. يعني اخرنا الثمانيه. تمام؟ هي الثمانيه المفروض في البري تيرم 6-8 والفول تيرم من 4-6، بس الثمانيه حتى
يعني بعض السورسز هتعممها للكل، مش مشكله، لكن ان انا اسمع ارقام بعد كده بتبقى 15 والكلام ده از فيري انكسبتبل. طبعا احنا كاتبين هنا السورس عشان ايه؟ بيبقى ده المفروض ان احنا بنلتزم. في حاجات بقى في الديو ديت بيبقى في تو بايونيشن، ده نورمال فور ايتش. النورمال فور ايتش ده ساعات بيبقى مسد لاسباب كتير. الراديو دايجنوزس انا لازم بقول له ده العيان ده اتعرض لهايبوكسيك ايسكيميك انسلت الافضل مثلا كان 3 في 5 دقائق مثلا، فيبقى عارف هو لان التور مايليشن ده ساعات التور مايليشن بتاع الهايبوكسيك ايسكيميك بيتلخبط مع النورمال تور مايليشن اللي هو في الايج. الموست سبيسيفيك سايت بقى عشان ادور على التور مايليشن بتاع الهايبوكسيك ايسكيميك بيبقى مكان البيزل جنبي. و لو انا ما خدتش قط البيزل جانجليا تبقى مشكله كبيره، ساعات السي تي نفسها ما بيبقاش فيها قط البيزل جانجليا، ولكن كتير الراديولوجي بيقول لي ده هنا في فيكو مايليشن في البيزل جانجليا، فدي تبقى مشكله، لازم اتاكد ان البيزل جانجليا ظاهره في الوقت المخصوص. الاوبسالمولوجي تحديدا ممكن جدا يبص لي على في فوبيا سنتراليس يقول لي دي شيري ريد سبوت. شيري ريد سبوت نيفر هابن في الميتال انش. الايرنس شيري ليد سبوت بتحصل في السايكوزس البيبيكوزس تايب 1، ده بيبقى عنده ميسوسوزس مالتيبلكس والكورس فيتشر بتاع الميوكوزس سايكوزس كومبايند مع الميوكوزس، ده الايرنس ده بيبدا ميوتيوب، ورغم انه بيبدا ميوتيوب ان حتى الشيري ليد سبوت ما ينفعش اقول عليها دي بتبقى في عمر قد ايه؟ ادور عليها البدايه في عمر 3 شهور وتابع المينيم بيك مثلا، لا ده هيبقى 6 شهور يعني عمره حتى مش 3 شهور تمام؟ فما حدش يجي يقول لي عشان سيدي في فوبيا سنترالس في في ايه؟ ان في شارع ريدر سبوت ابدا في مرحله المينيم للاسف شفناها، وبتكون النتيجه ايه؟ ان انا المعلومه دي انا بتبقى بالنسبه لي شفنا كتير الكومبينيشن مع الريتو دايجنوزيس اللي هو بيبقى شايف فود مايليشن فور ايج هيبدأ يوصلني يقول لي ده ممكن ايه ده في مارجريتن ديزيز، وبالتالي العيان ده ممكن ان انا اكلفه ساوزنز كتير يعني اللي هم انزيمز انزيماتيك اسي ان انا اقوم في حاله من كومبينيشن اوف النسبيه اللي انا قايلها اللي بعد كده اللي بعد الكونجنتال هايبوبلاسيا في الدبريسور جلاندس وريز. هنا في عضله كتير قوي بنلاقي كونجنتال انومالي دي ويكنس، فلما حد بيشوفها ناس بتعمل ستيت مع الفيشيال بتلاقي ان ساعات طالبين ام ار وحاجات، لازم الصوره اللي بتيجي كتير قوي من ام ار سي سي اتش ان هو واحد بيعيط وطالع يعني طالما قافل عينيه الاثنين والفليكسو كل ما يعني لا في جيوكيشيا ولا في والعينين الاثنين مقفولين يبقى دي سنتي العضله بس هي اللي فيها ديفكت وسنتي يعني دي اشورز. في ممثلين مشهورين عندهم عرض البوك دي وهم بيتكلموا مثلا سيلفستر ستالون تلاقي العضله فدي ما ينفعش احط فيها امجينج او كده. اللي بعد في الريليتد بوليستيزيس برضه اتفضل اللي بعد عشان نسمع. طبعا اشهرهم اللي هو الاكس هيباتيك بيلي ريتريزا والنيتال هيباتيتس. انا بخلص كل حاجه بس ما انساش حاجه مهمه جدا ان ممكن النيتال كونسيس يبقى بسبب ارتفاع هاي بيستريس من غير ما يكون في دايت وبيلس واحد كيرسي دول اللي مختلف الحالات بس فيبقى كل برزنتيشن هو النيتال كونسيس. طيب عملنا تشخيص ازاي؟ طبعا ما ينفعش دي تتشخص من جوز ونقط في العمر خالص الا لو معاه هاد الكلاسينا، هاد الكلاسينا ساعتها بيبقى بيتطلب بيتعامل ارقام من الكروسوموم اكثر من 700 دي احساس كتير لان دي هي سيما في الكروسوموم، لكن اذا ما فيش هاد الكلاسينا يبقى جاست كوينسيدنس الورقه بتاعي بيبقى في كورتيزون وفي سايتوسين لازم تتقارن في الحالات اللي زي دي عشان اي دونت نوت ميس كيد يعني كيسز ممكن اف ميس ممكن تضاع طول الكرينولوجي معانا في القصه اللي بعد كده.
طبعا لو اسباب تانية بقى للهايبوغليسيميا مع كل كيسز في الامتحان ممكن تدخل بقى في قصه الجالاكتوزينيا. واحيانا في مرض طبعا في مصر مشهور عندنا ما نشوفوش اي حاجه ثانيه اللي هو السوسيس بايس سيندروم. ده بيجي من بعض كتير قوي فاكرين الصفرا دي حاجه طبيعيه. هي الصفرا العاليه ما هيش حاجه طبيعيه. ارقام الصفرا العاليه بتبدا اول يوم تيجي يوم متبلغ. فلازم ادور على الجينيتكس. لو دايت يكون بوزيتيف برضه يبقى ملوش خالص ان انا اجيب البيوتي لو لقيت الارقام الجينيتكس عاليه والدايت يكون في حاله فيها رايت بيقول عالي كل ستيجز حصل ده سبيسيفيك نجلكتد برولونجد اندايت هاي ابروفيشن. يعني تفضل اندايت ونجلكت فتره طويله كل ما تكون حاجه لا لا عادي كل الارقام دي صار من غير ما تعمل. فالسبيسيفيك بايت بقى اهم حاجه منه مهمني ان انا اخد البيوتي حالا. اوكي اللي بعده الهاي سبيسيفيك كاونت اند بوزيتيف دايركت تكون احنا لسه قايلين الفيديو اللي بعده كومبالجن يعني بسرعه سريعه جدا عشان الهايبوغلايسيميا احنا لسه قايلين جي ار ار اللي هنمشي عليها. وخلي بالي لو ما لقيتش الجلوكاجون لازم ادي الهايبوغلايسيميا. الهايبوغلايسيميا الارقام دي طبعا كلها الميد سكيلتي مهمه جدا. تلاحظوا ان ال 200 المايلد دي اور المايلد ده ارقامه عاليه عشان هو بيتاخد اورال في المايلد. انما بالنسبه للسيفير من 200 ل 800 ملي جرام كي جي بير داي اخلي بالي دي تقريبا بتكافئ اللي هو لو انا حدي الهزم البروتين اللي هو 10% هديه كل 6 ساعات. كل 6 ساعات يحطه على ال 24 اور انفيوجن اللي ماشي عليه بيبقى من 200 ل 800 ملي جرام كي جي بير داي. البيتاني يبقى من 100 ل 200 ملي جرام بير كي جي اوفر 10 مينت. خلي بالي ده بقى هيتكرر كل 6 ساعات. يعني التيتاني ده في لحظتها من 100 ل 200 واكرر نفس الايه الكلام ده كل 6 ساعات ودو نوت اكسيد 500 ملي جرام بير كي جي بير داي. نلتزم بالجرعات دي لان ساعات كتيره قوي بلاقي الطفل لسه بيتشنج بيقول انا اديت الماكسيموم ولسه ما ايه وهو الحقيقه ما وصلش الماكسيموم. هايبوغلايسيميا برضه من ضمن اسباب الكونفرجن في الهايتوكسيك اسكيميك. فبتبقى دي الجرعات بتاعتها 25 ل 50 ملي جرام بير كي جي من كل من 4-6 ساعات من 3 ل 4 دوز بي ار ان. طبعا السبسس من ضمن الاسباب المهمه للكونفرجن في الهايتوكسيك. مهم قوي اخلي بالي لو عيان على فنتليتور الروتين اللي احنا بنقول في الامثله دي طبعا عمال يبقى عيان بياخد فنتلوني هو على فنتليتور ممكن يعملوا لي حاله مهمه جدا اللي هي نيو ماسكولار بلوكيج. العيان ما لقيتش فيري اكتف انما هو ليه؟ ليه حصل له نيو ماسكولار بلوكيج؟ ليه الانتراكشن ما بين يدور في ثلاث روتين في كل الايه الفضاء اللي هو في تحديدا لما بستخدمه مع الكالسيوميوم ممكن جدا الطفل الاقيه ينتج ايدين ورجلين لا يتحركوا خالص ودي ليها علاقه مش كبير. على طول لازم اغير قانون واضح الكلام اللي بعد كده. دايما كان في حالات ان هي بتبقى سيبسس لايف وهي سيبسس قوي بنوصل لمرحلة حاجة من الميتابوليك. أنا مش عايز أوصل للتم هنا. الميتابوليك مش هصفي فاهم فيها الحاجات اللي أنا مش عايزها. فلازم يبقى كلامي محدد. في يعني طريقة معينة تفكر بيها نو كيتونز أمينو أسيد أبنورمالتي ويز كيتونز لما بلاقي الكيتون. الطريقة دي لو سمحتم كلنا مطالبين بيها على مستوى البوست جراجي حتى أنا مصر يعني مش لازم تمني. فالجدول ده فيري سيمبل أهو ها على الأقل التصور بتاعي السبس لايف ده كتير قوي والسي ار تي ولاقي يعني الناس مشوا بيه ان هم يزيدوا السبس يعني بحيث ان ايه حتى السي ار تي مش عايز يعمل خالص فيبدا يقول اصل الفوكس مين هعمله لما الاقي مثلا واحد من 10 فيتنام في 1 من 10 دي عشان يفضل يكمل الاجهزه بتاعت الغلط دي في كل سن وماشي لا على طول في الحالات اللي بالطريقه دي لازم الميتابوليك صورة الميتابوليك ما تبقاش بايت سموجر. كمان الايكو مهم جدا عشان في الحالات دي المايكرو رايتس والانفانتايل بروكتيش الاثنين الانفانتايل بروكتيش اللي هو الكريتيكال اللي بيبدا في الميتابوليك. اتفضل اتفضل
طيب هنرجع اللي بعد كده دي في عندي حاجه مهمه جدا كلنا على مستوى الجامعه زياده الاسلام بتكون عارفينها اللي هي نان سيندروميك شورت ستيتش. الحقيقه ان افضل تقسيمه للنان سيندروميك شورت ستيتش عشان كتير بيبقى في يعني فولد بروبلم بتتقسم حسب الويت والهايت. الويت لو انا عندي اندر ويت اكتر اللي هو الويستنج ويستنج اكتر من الستاند. يعني الويت سنتايل متاثر بشكل اكبر بكتير من الهايت سنتايل. دي بفكر فيه الانفلاماتوري باول ديزيز الاوكال رينال ديزيز الانيميا الاندر نيوتريشن سواء كانت برايمري او سكندري سيريا ديزيز الى يعني برايمري او بس خلي بالي ان دايما فرق الويت سنتايل مع الهايت سنتايل بيبقى مهم جدا احطه في انهي كاتيجوري. فده اول كاتيجوري اللي فيه الويستنج اكتر من الايه الستامبنج. اللي بعده لما بلاقي الاثنين كونكوردنت الهايت مع الويت سنتايل بيبقى عندي الثلاثه بوسيبيلتي دول لازم اكون عارفهم كويس قوي اللي هو الجروس هرمون ديفيشنسي سيفير سايكو سوشيال ديبريفيشن. عارفين قصه التقدم في المدارس مهم جدا عندنا سيبريشن كتير هفكر في سايكو سوشيال ديبريفيشن. والنون سندروميك فاميلي تريت ابص على المين برنت هايت مهم جدا دي النون سندروميك فاميلي تريت. اللي بعده وصلنا لسلايد كام دلوقتي؟ دي اللي هي بقى لو في عندي ريلاتيف اوبيسيتي البرايمر هايبوثايرويد وكوشنج ديزيز. البرايمر هايبوثايرويد وكوشنج يبقى نورمال يبقى ساعات اسوشيتد بريلاتيف اوبيسيتي. اللي بعده كونستيتيوشنال ديلاي اوف بيبر في الدراسه هي دي نقطه مهمه جدا. ان حاله بيبقى البيبر بتاعتها متاخره ودي بتتعرض في الميل لو لقيت دي مهمه جدا على مستوى جينيك الجاكس. البورد تستيكيولار فوليوم اقل من 4 ملي لتر في الميل او بريست فيز اللي هو بين 1 و 2 في الفيميل من غير اتشيفمنت بتاع الجروس سبير. فالبون ايج از ديلايد بات ات از كونكوردد بيز هاي ايج. دي مهمه جدا ان هو صحيح البون ايج ديلايد لكنه ماشي مع الهايت لان التاني الهرمونال ما بيبقاش ماشي مع الهايت بيبقى مور ديلايد. الهرمون اللي بيبقى لما يكون عندي فيه هرمون الافكت بيكون ايه موبي يعني جروس هرمون ديفيشنسي بيبقى موبي لايد عن الايه الهاي بيج. فتشخيص الكونستيتيوشنال ديلاي دي نقطه مهمه جدا ماستر وامني. اللي بعده لما بلاقي حاله بالطريقه دي ما بعالجهاش غير لو في سايكولوجيكال ما في بوحي بيخبطوا بقى عليهم صغير كده واللي حواليه كلهم كبار دي اكتر من الولاد في البنات. فاحنا حتى جرعه الولاد يعني هتلاقيها في سورس كتير جرعه البنات موجوده برضه في ثلاث سورس كتير لكن الضروره العلاج البنات اقل لان البنات بيبقى معقول فيهم شورت انستتيوشنال ديلي اكتر من الولاد. الولاد يعني اتجنب تماما الجرعات ال 250 خالص ببدا بجرعه بسيطه اللي هي 50 مللي جرام بديها انتر ماسكولار بير مانس لغايه لما يوصل عندي التستيكولار فوليوم 12 مللي واقف عليه لان ده 12 مللي يقدر يسستين الجروس اللي حصلت تمام. لو بعد 6 شهور لقيت لسه ما فيش ممكن ال 50 اخليها 100 لكن عمري ما بزود فوق ال 100 في الشهر يعني 50 وبعدين ممكن 100 في الشهر بعد 6 شهور لو ما اتحسنش على ال 50. دي جرعه الفيميل بيبقوا من 5 ل 10 مايكرو جرام بير كي جي بير داي وفي ممكن عندي ترانس ديرما باتشز افري 3 تو 4 دايز. هتلاقي الكلام كله في الايه في السايت عشان بس نلحق نخلص. الكيت فورمز اللي ممكن تتشاف تاني في الاندوكرينولوجي كتيره الحقيقه بنزعل جدا لما يبقى عندي البري ماتيو سيلاب وتلاقي العيان ده عم بيعمله هرمون اساسي ومش عارف ايه. لا يعني دي حاجه بتحصل لحظه الولاده ممكن يكمل لغايه 5 أو 6 سنين بعد كده بتختفي. اللي بيحتاج الانفستيجيشن والهرمون الاساسي اللي هو بعد كده. ف يعني في ماتوسيلات تخلي بالنا كعلامه من علامات البريكوشنز في الولد. الجاينيكوماسيا ممكن يبقى انا موجود برضه فيسيولوجيكالي حتى في الادوليسن ميل هو لوحده كده ما بيعتبرش علامه الا لو كان معاه
بقيه الايه الكرايتيريا بتاعه الفيمنايزنج مانيفيستيشن. اللي بعده الاوزمولاريتي، انا عايز الصوديوم ده في الحسبه 2 في الصوديوم زائد الجلوكوز على 18 زائد البان على 2.8 مصر. ده مهم قوي عشان حالات الهايبر اوزمولار ستيت في الكالكوليشن. في ناس بتحط البوتاسيوم، ولو اتحط البوتاسيوم يبقى لازم يبقى معمول حساب اللي هو النورمال بوتاسيوم مثلا اذا كان 4 او مستوى البوتاسيوم عنده. يعني النورمال اوزمولاريتي هتختلف انا حاسب البوتاسيوم ولا لا في البوزيتيف باباي. في نقطه ثانيه مهمه جدا عندي الرابيد كوركشن اوف هايبوناتريميا، ممكن تعمل برين ايدينا والرابيد كوركشن اوف هايبوناتريميا يعمل لي بونتاين مايلينوز. البونتاين مايلينوز دي حاجه من اخطر الحاجات. مهم جدا ال 3% من هايبرتونيك سلاين اتجنبه تماما الا لو في كونفرشن. يعني هايبوناتريميا الهايبوناتريميا لو بيكونفرشن بس استفيد فيه 3% هايبرتونيك. في ارقام معينه هي المقبوله في الرايز، يعني الريبيتيشن بتاع الصوديوم بعد 12 ساعه لما بعيده الاقي المفروض ان هو لغايه 9، اذا يعني يزيد لغايه 9، الزياده ما تزيدش عن 9. يعني 8 يعني 8 يعني قصه ال 9 دي بتبقى ايه اللي بعد ال 9 بيبقى فيه مشكله كبيره. الكونتاين ماينوزس ممكن يعمل لي مشكله كبيره. فالكونتاين ماينوزس ده بيسموه الاوزموتيك دي ماينيشن، يعني كان ده ايتينجينيك دي مايلينيشن حصل للعيال من الرابيد رايز اللي هو نتيجه استخدام. يقول لك ده هاجم ترند اديته 3% اديته 3% دي بتبقى مشكله. وطبعا عندي اللي بعد كده لو سمحت في الميتابوليك اسيدوسس كمان استخدام البايكارب ممكن يبقى فيري رونج. لازم اي ميتابوليك اسيدوسس لو العيان شوك او سيفير ديهايدريشن بندي الاول السلايم، ده البيست تشويس، وزمان كانوا الرينجر طبعا لكن دلوقتي السلايم هو الافضل. في الدي كي اي مع الفلويد لو اديت انسولين يوجوالي اي دو نيد ان انا ادي اي باي كارب، يعني الاثنين دول لوحده تمام. الباي كارب لو انا قست بعد كده في حالات اسيدوزيس ثانيه ولقيت لسه فيه او كان عيان ارستد قوي ممكن ابقى ادي الهاف كوركشن بالمعدل. المعادله دي اللي عشان اللي يحب يعرف او يعرف جت منين، ال 0.6 دي جايه من توزيع الاكسترا سيلر فلويد بضربه في البودي ويت يبقى دي كميه الفوليوم اوف ديستريبيوشن، بضربه في الاكشوال ماينس الديزاير، هي دي المعادله. والمعادله دي لا تنطبق نهائي على البوتاسيوم، يعني ما حدش يجي يقول لي اصل المعادله البوتاسيوم اصلا انترا سيلر يعني بتحافظ بطنك بتركز جوه، فما فيش حاجه يعني تنفع تطبق عليها المعادله دي وهي بتتوزع انتراسيلر. اللي بعد كده دي الجزئيه بتاعت الدي كي اي اللي احنا كنا بنقولها، واحنا بنعالج الدي كي اي برضه انتوا عارفين الاسيتو اسيتيت والبيتا هيدروكسي دي كي اي دول كيتون بودز اللي بيتقاس عندي في اليورين الاسيتو اسيتيت. فكتير وانا بدي الانسولين الاقي البيتا اتحولت لاسيتو اسيتيت. الاسيتو دي على فكره الاسيتو اسيتيت دلوقتي في الاورجانيك بيسموه ايسانو ايسانويت، يعني الاسيتيك اسيد اصبح اسمه ايسانويت اسيد. فالمهم ان دي قصه المعادله دي بتاع بيزيد، يعني رغم ان العين بتحسن كلينيكال وانا بدي الانسولين الاقي الكيتون بتزيد. فالمينت تو مينت ميجرمنت بتاعت الكيتون اثناء في اليورين از نوت نيدد خالص. والزياده دي جايه من ايه؟ ان البيتا هيدروكسي بيوتريت بتكون بتحول الاسيتو اسيتيت. فيعني اخلي بالي ان ده نورمال وليس معناه ان العيان بتديفريت ولا حاجه. اللي بعد كده لو سمحت. يعني برضه بنحاول بالنسبه للازمة بليز لو العيان في سيفير اكسسيرفيشن هياخد سيستميك استيرويد. كل المصادر الجديده من سنه 2011 بتقول السيستميك ستيرويد لو استخدمته الانهاليشن ستيرويد ويل نوت الانهاليشن ستيرويد ويل نوت هاف ثيرابيوتيك افيكسي تمام. فبالتالي ان انا استخدم نيبيولايزر من ماده معينه والماده دي لا مش مقبول خالص، بالذات لو كانت الماده دي كوستي وبتدفع فلوسها من فلوس الزكاه، فما ينفعش وهم كاتبين دو نوت هاد ثيرابيوتيك افيكاسي
ان انا استخدمه. امال ايه اللي مكتوب؟ على فكره عمر المصادر الكبيره هتختلف، يعني عمر ما هلاقي في فرق بين الابل ديت والدينا جايد لاينز مثلا في اي حاجه. هتلاقي ان هو كلهم متفقين ان كان ماشي على بخاخ مثلا الاسم العلمي ليه اللي هو الفلوتيكازون. البخاخ ده الفلوتيكازون لونه كذا، اللون الكذا ده الطفل هيحبه اذا استخدم اثناء اكسسبيشن. فبيقول ان هو بيزود البوند لو استخدمه اثناء اكسسبيشن، هيزود البوند بينه وبين الام دي اي بتاعته الميتا دوز انهيلر، وبالتالي الطفل هيحب الميتا دوز انهيلر. فما عادش الديفولتر اللي كان هو عنده بخاخه بس مش بيستخدمها، لا دي بعد القصه دي هيبدا ان هو يستخدمها، مش عشان بيزود الثيرابيوتيك افكاسي، لا ده نوع من انواع زياده البوند بينه وبين الام دي اي بتاعه. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي احنا سعينا فيها، والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا ما نوديش الفلوس، لان ده كانه هدر مال عام، نستخدم في حاجه فيري كوستي ومكتوب ان داز نوت اد ثيرابيوتيك افكاسي. برضه معلش اللي بعده لو سمحت، اللاينز السته دول اي حل برونكايتيس لازم يو ماست نو باي هارت. اهمهم على الاطلاق اللي احنا طبعا كنا اول ما يعني قلنا ان ده هيبقى روتين في الاستخدام، النون سيستيك فايبروزس برونكايتيس اللي بياخد اللي ماشي على ويكلي ازيثروميسين 30 ملي جرام بير كي جي بير ويك بعد لغايه 96 اسبوع قالوا الكالوري فانكشن بتاعك احسن بكتير جدا من اللي ما اخدش، احسن بكتير جدا. فبالتالي وقالوا الازيثروميسين تحديدا ليه انتي بايوتيك افكت، ليه انتي انفلاماتوري افكت. فالاستخدام الروتين للحالات دي طبعا احنا عندنا حتى في العياده يعني ماشيين ما شاء الله عياده الصدريه يعني بيتابعوا الموضوع ده. ممكن يا اما 30 بير كي جي في الاسبوع مثلا، وده بيبقى مور ابليكابل لانه بيثبت يوم الجمعه مثلا بياخد فيها، او يبقى يوم بعد يوم 10 ملي جرام بير كي جي اللي هي ثلاث ايام في الاسبوع بس كل يوم بيبقى 10 ملي جرام بير كي جي. بتفرق جدا في نهايه البلمونري فانكشن. السته لاينز دول هتبقى مطالبين بيهم بما فيهم الاميونايزيشن فيري اسينشال تمام في البرونكيتس. اللي بعده النيفرولوجي تحديدا قصه استخدام لما يبقى سيستميك هايبر تنشن لابد اذا كان كرونيك كيدني ديزيز الفيرست لاين بتاعي اس اي انهبيتور والاي ار اس. يقول يعني قول، ما قالش قول اكسبتابل ريتش خالص، قول يعني ايه؟ فبالتالي اول حاجه اي كرونيك كيدني ديزيز لازم هشوف السلفايد بتاع البلد بريشر والسلفايد بتاع الهايبر، وبعد ما اشوف السلفايد بتاع البلد بريشر والسلفايد بتاع الهايبر كل الهايبر تنسف لازم ياخدوا العلاج ده كفيرست لاين. اخلي بالي ان تقييم العيان من حاله المعمقه السلفايد الهاي سلفايد ما هواش اكيوريت ان انا اقول ده كرونيك ولا مش كرونيك، لانه ممكن يكون كان مثلا على ال 30 سلفايد نزل بقى في ال 10 سلفايد، فالنزله بتاعته دي ممكن جدا يعني تخليه لسه ويزن الاكسبتبل رينج، فما اقولش ساعتها ده اصل هو مش كرونيك كيدني ديزيز عشان لسه سلفايد في الايه العاشر. وبالتالي لان لقينا بعد كده اللي يمشي بالبارامتر ده بنعمل لهم ايكو، للاسف الشديد نلاقي الايكو فيري تيك مايكارد، ويبقى حاله في حالات كتير من الانتراكتب والهايبر تنشن. انا في المحاضره اللي احنا هنعمل الانتراكتب والهايبر تنشن كتير جدا الفيري تيك مايكارد بيحتاج ترانسبلانتيشن، فبتوصل زمان قبل الاستخدام في لاينز ثانيه لازم اللي بعد كده لو سمحت اللي بعد هدي لا اللي قبل كده دي الفيرست لاين انتي هايبر تنسف. هتلاقي في سلايد هات اللي بعده لو سمحت اللي بعده سيستميك هايبر تنشن السي في. مفيش حاجه اسمها اسيب عيان واقول له انا اديت له كل حاجه عشان في لاينز الالجوريزم ده فيري اسينشال في الورك اب واللي بعده وفي التريتمنت. قصه تريتمنت ادويه زي لابيتالون لازم تصر انها لو مش موجوده انها تكون موجوده. لابيتالون ودواء زي الالبومين، الحاجات دي لما بتكون موجوده الحقيقه كان زمان قبل اللابيتالون كان بيوصل حتى في المانجمنت بتاع الهايبر تنشن في نوع من البايلاترال ريفلكتور. يعني عنده ان هو يكونترول البلاد بريشر، لان هو عارف ان البلاد بريشر ده مش هيدمر الكيدني لوحدها، ده هيدمر الهارت كمان.
وبدل ما هيبقى محتاج تي بي كونسنتريشن هيبقى محتاج اند كارديو كونسنتريشن. فبالتالي كان حاطط من ضمن اللاينز لو تبصوا ان مالجنت هايبرتنشن كان مكتوب فيه وقتها قبل الريسنت اللي احنا كاتبينه واللاينز الجديده دي ان هو ممكن يوصل لبايلاتر ما بنوصلش كده. ولو سمحتوا متابعه الضغط از فيري فيري اسينشال للعيانين دول ما بقولش لان في للاسف بعض الوحدات بتقدم حالات في المسافه المفروض تقدم عملنا كل حاجه ولسه الضغط بريشر موجود عادي. الاب دي كان كونجنتال انفوز مش عايز عيان يبقى كونجنتال انفوز بياخد قلب ويمشي ما ينفعش. في هوم ريتن لو سمحت جهاتي اللي قبل دي في الكونجنتال انفوزس المانس يروح للانتي انفلاماتري حتى الاي ار بي بيستخدم كلاينز ممكن هوم ريتن فما ياخدش قلب ويمشي ده مستيك حتى الكل يخش جاي بتاعتين زي بالظبط واحد عامل لك مثلا في اديله هيموجلوبين وماشيين غير ما يعني يبقى بروبر ريت انفستيجن. اللي بعد كده لو سمحتوا دي الهايبرتنسيف كرايسيس اتفضل يعني كل الحاجات المفروض اللابيتا لول بالجرعه البروبر لازم اوصل للماكسيموم قبل ما طبعا للاسف بنلاقي حاجات كثيره لسه بتترك. اللي بعد كده النيورولوجي النيورولوجي تحديدا قصه الجليان باري مهم جدا ان انا عارف ان في ثلاثه كرايتيريا بدي عليها اي في اي جي. الاولاني ال رابيدلي بروجريسيف بحيث ان هو يا اما نعم دلوقتي ما يقدرش يمشي 10 متر يا اما برضه بيرجع الميه من مناخيره يا اما الانتر كوستل. وعلامه الانتر كوستل ما حدش يقول لي انا بحط له ماش باك للاكسجين نقص الاكسجين ده فيري الاساس عندي ان انا بقيس قوه النفخ بتاعه سواء بالبيفر الديفكتس فرات الكلوريد او ان هو يقص حتى بالون ان البيفر ده ب 10 جنيه يعني اقدر ان انا اجيبه واقيسه وليه معدل فتح عشان بتوع الشاس البيفر بيقعدوا يضاعفوا كده بس معادله ممتازه جدا اقدر اتابع بيها 5 في الهايت ماينس 400 ده لسه في البيفر بتاعي دي بتلحق الاولى اوصل وهي لسه لان انا لما استنى لما احصل على كوكس تبقى مشكله. الحاجه الثانيه طبعا ان هنا دي السيرفلايتس ده سيلف ليميتد ديزيز نو نيد للار بي ار جي خالص نو نيد ان انا ده سيلف ليميتد وبالتالي الار بي ار جي واستخدام السي اف الحالات اللي بتقولهم اتاكسيا مش عشان ان هي سيرفلايتس ولا ما عندهاش ار بي ار جي زي ما بعض الناس فاكره لا عشان هي من الاساس ده كان بيجنرال برين ديزيز الانيشال برزنتيشن كان اتاكسيا بيجي بعد كده ويعمل لي الروبو افكشن وساعات الفايلنس والحاجات دي. فالقصص اللي ساعات بيجنرال برين بيبدا القصه دي اشاور بيقولنا سيرول باك في السلوك ده مهم جدا افكر فيه في اي حاله اتاكسيا ما بتتحسنش ما تبقاش المشكله عندي ان انا ما اديش الاي في اي ده هدر مال عام وبالذات الارقام عماله تغلى في الحاجات دي كده تمام. دي في قصه الاتاكسيا القصه الجليان باري لقينا ناس المفروض ان هو كتير من الاي جي في اليوم لمده 5 ايام تمام سوري هو ممكن يجرام في الاي جي في اليوم لمده 5 ايام ف 405 جرام 2 جرام 200 جرام دول انا اقدر اديهم 1 جرام في الاي جي في اليوم على اليوم تمام. انما انا اكتب 400 ممكن تبقى مشكله انا مش فاهم حاجه. والحاجه الثانيه ان ساعات ودي حصلت ان الناس بتعمل ثلاث اكسبكشنز قبل ما المفروض المينيمم ديوريشن بتاعتها بعد النوم الشمس اسبوع عشان انا بشوف انا وصلت للبيرفكت ولا لا. فما اروحش العيال ده اصلا ما اتحسنش اروح شايل البيت الواي دي ار جي اللي انا اديته فاهمين؟ يعني هم خمس ايام وبعد اليوم الثاني استنى احسن اسبوع. النوع الكبير كان دي حاجه فيري اسينشال ان احنا محتاجين نتاخر احنا بقى نتاخر فاحنا لازم مش يجي شويه عشان نبقى يعني النقطه دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه كانت الانفستيجيشن احنا زي ما قلنا ثلاث كريتيريا هم دول اللي بقى على السوق قوي مش عايز حد يوم الجمعه مثلا يقول لي مفيش فيه كنترول مش شغال فما عرفتش اعمل ايه من 12 فبحط الاي تي لان ده بيوفر الفلوس عكس حاجات ثانيه ممكن النيابه او اخر ان النيابه المنشر ده مساعد النيابه المنشر ده مساعد في نهايه الاسبوع الاولاني ما زالت 2% ممكن يطلع نورمال نيابه المنشر تمام. هو الجيل
الانفستيجيشن لو اتحقق لو اتحقق والتارجت يبقى النت انفستيجيشن ايه؟ النمبر فاكتور. ليه؟ عشان النمبر فاكتور اي سيرجن اكتر من 50 هيكون دي الحل ده يبقى دي معناها الالعاب ميجر في فرنسا. فمفروض كده لو لقيت السيرز اكتر من 100 سيرج استغل مش معقول عشان ادور على سيرفر لان من نص الحياه في اليوم الاولاني ما فيش سايت بدون التسويفين اكتر من نص الحياه في اليوم الاولاني ما فيش سايت بدون التسويفين فبيبقى هدفي ما يتعملش الا لو عايز عشان افرق بين اثنين واحد فيهم هذا الدواء ده اقل حاجه 60,000 اللي هو اي بي اي جي فبالتالي شركه التامين لو عمل نمبر فاكتور كانت السنة 55 ينط فيها ورانا النظام الجديد دلوقتي ان الانشورنس والريفيو كمان بره الجايد لاينز كل النظام اللي احنا ماشيين عليه كل حاجه فيها جايد لاينز ان شاء الله. اللي بعد اللي بعد على طول يا اسامه القديم طبعا احنا عارفين لما بيطلع كبير في اساس في الحاله الاولى الانفلونسي بيبقى في الاول خالص في تريكسون اسايكلو بيت الجرعه يعني وهو طالع قدام فيها يعني حتى ما استناش في التسييس بدي سايكلو بيل والسيت ريكسون والجديد بقى اللي هو الهاي بوت بتاع الجلوكوزين شعور حتى الناس بتعمله خلال حتى قبل الارض العشره القديم الحديث الشيكن بوكس مهم جدا مش عايز امر على حاجه يقول في شيكن بوكس انفايتس وبعدين انا بستخدم الجرعه بتاعت الهيد سيلز اللي هي 10 مليارات بتيجي كل 8 ساعات يعني في اليوم كل 30 المصب 20 مللي جرام بيجي كل 6 ساعات او في ده تشيكن بوكس انتفاعات اللي هي 80 مللي جرام بيجي كل ده دي الجرعه اللي لازم تستخدم. على فكره نقطه ثانيه هل احنا كل هنعمل تشيكن بوكس اللي ما بقى يعني مباشره هل احنا بنستخدم هتلاقي كلمه كده بقى يحط فاكتور كبير جي جيفن جيفن السافي الجمله دي من نيلسون بقى لها 30 سنه في نيلسون زي ما هي كده الجيفن السافي بروفايل كل الحالات نظريا اقدر اعالجها لكن شركه التامين مش هتسمع على كده هيبقى في كريتيريا معينه ان هي نظريا في حالات اللي هي بتبقى سيلف ريندد او في حالات الاسمنت الكوست بتاعه بيبقى عالي فبالتالي بيبقى في سعر المراكبية ما بتمشيش على الجايد لاينز اللي ايه تقريبا اخر حاجه ومش طبعا برضه اتفضلي يا فندم دكتوره ناديه.